ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على نقاط القوه لاصحاب برج العذراء. برج العذراء ليه نقاط قوه كتير جدا، ليه عيوب وليه مميزات، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الحاجات القويه حتى لو كان فيها عيوب. يعني حتى لو النقاط القوه اللي عنده دي تعتبر عيب هنقولها. من اول نقاط القوه لاصحاب برج العذراء ان هم عمليين من الدرجه الاولى، يعني من الاخر يعتبر اكتر برج بيحب عمله من كل الابراج، اكتر برج بيحب ان هو يكون في وظيفته او في مجال عمله حاجه كبيره، بيبقى عنده طموح دايما ان هو يترقى، ان هو يبقى حاجه كبيره، ما بيحبش يقول للشغل لا. وكمان مراه العذراء، انا بتكلم على الرجل والمراه، ما بيحبوش يقولوا للشغل لا، هم قد اي شغل وفي اي مكان تلاقيهم بيبقوا سدادين في الشغل. كمان يعتمد عليهم بطريقة قوية جدا، بيقدروا ان هم يمسكوا مكان وظيفة يكونوا فيها مديرين او اداريين او مسؤولين بمعنى اصح، بيقدروا ان هم يحافظوا على مسؤوليتهم ويكونوا قد المسؤولية. كمان المديرين بتاعهم دايما بيشكروا فيهم لان عملهم او بيبقى مفيش حاجة ناقصاهم في مجال عملهم، يعني دايما شغلهم دايما بيبقى مظبوط. كمان حتى لو تعبانين ومش قادرين يروحوا الشغل بيجوا على نفسهم ويروحوا، فهم بيحبوا العمل جدا، عندهم طاقة عالية تجاه العمل بطريقة رهيبة جدا. كتير بقى بيحسدهم في النقطة دي، يعني دايما محسودين ان هم قادرين، عندهم باور في شغلهم، عندهم طاقة حلوة ان هم يكونوا اقوياء في شغلهم، ان الناس تحبهم في شغلهم، ان الناس شايفاهم ان هم اكتر ناس شايفة شغلهم، دي حاجة بتخلي الناس تحقد عليهم جدا. ده في مجال العمل. كمان مش كده وبس، هم اذكياء جدا 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 جدا، يعني لما تتعاملوا مع اصحاب برج العذراء اعرفوا كويس جدا ان انتم بتتعاملوا مع كائنات يعني في الذكاء رهيبه، يبقوا عارفين عنكم كل حاجه وعارفين المقصود من كلامكم ايه، وعارفين وانتم تفكروهم ان هم يعني هبل مثلا ولا شويه هبه منهم في دماغهم، لا هم بيبقوا فاهمين لكن عاملين نفسهم مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه، تحس ان هم مش مديين رياكشن انك تعرف منهم هم بيفكروا في ايه. ودي تعتبر من نقاط القوة. من نقاط القوة ان هم اذكياء في ان يقدروا يعرفوا ويحللوا الاشخاص كويس جدا، ويعرفوا ايه الهدف او إيه انتوا عايزين منهم ايه. وكمان من كتر ذكائهم ونقطة القوة الهائلة اللي عندهم ان هم يبينوا نفسهم ان هم مش فاهمين اي حاجة، جايين من بنها، مش عارفين انت بتقول ايه، مش عارفين انت قصدك حلو ولا وحش. دي تعتبر من النقاط المهمة جدا لاصحاب برج العذراء اللي بينجح بيها في حياته، وبتخلي الناس كتير تبعد عنه ويخفوا شوية الحسد مع انه محسود برضه. او كمان يقدر نقول انه بيخف التركيز من عليه اكتر، يعني هم الناس مركزة عليهم جدا جدا، لكن يمكن النقطة دي ان هو عامل فيها نفسه مش فاهم هم قصدهم، مش فاهم الدنيا حوالينه عاملة ازاي، هو مركز في حياته هو وبس، ده يمكن مخلي التركيز عليه يقل شوية. كمان ده من كتر ذكائهم او عقلانيتهم، هم عقلانيين جدا، بيعرفوا يحسموا الامور كويس جدا، يعني مش هيردوا على الموضوع اللي انت بتقوله الا لو كان الموضوع ده ليه اهمية ليهم بطريقة رهيبة او اهمية شخصية تخصهم، غير كده مش هيدوا للموضوع اهمية، احكوا زي ما انتوا عايزين واحنا عاملين نفسنا مش فاهمين. دول ببساطة اصحاب برج العذراء، ودي تعتبر نقطة قوية جدا. ده كمان بيبقى بيديهم يعني عايزه اقول ايه، ان هم بيبقى بيديهم برود، كلمه برود اللي اقصدها هنا مش معناها وحش، لا معناها الكويس، اللي هو يعني ما بيخليهمش بقى يتضايقوا او يتنرفزوا، والحته ديت بتخليهم ما يتعصبوش ويجي لهم امراض نفسيه او الحاجات اللي هي الكلام ده. كتير بيقولوا على اصحاب برج العذراء ان هم باردين عشان ما بيدوش يعني اللي هو رد فعل في المواقف، لا هم بيبقوا عندهم رد فعل من جوه، وده لو الموضوع يخصهم ما يخصهمش او مش هيجي عليهم قوي، فبالتالي بينسوه او بيتناسوه، فده بيخليهم ما يفكروش كتير، يعني كل واحد مشغول بنفسه بس. ودي حاجه يمكن اللي بتخليهم شويه بيحافظوا على ذكائهم ويحافظوا على جهدهم وعصبيتهم، ما يكونوش عصبيين للدرجه، لا يقدروا يمسكوا نفسهم. دي النقطه من نقاط القوه لاصحاب برج العذراء. كمان اصحاب برج العذراء مش عقلانيين في التعامل، يعني اللي هو العملي او الحياتي كده وبس، لا في التعامل العاطفي كمان،
في التعامل العاطفي عقلانيين واذكياء بطريقه رهيبه جدا. يمكن انا بفضل المعامله بتاعتهم في الموضوع او العلاقه العاطفيه، لان هم ايه ما بيدوش عاطفه وما بيحبوش الا لما يلاقوا قدامهم بيحب، وبيبقى في رومانسية وفي اهتمام وفي هدايا في حب من الآخر. يعني ما بيحبوش إلا لما بيتحبوا، ما بيهدوش إلا لما بيتهدوا، ده في العلاقة العاطفية اللي أقصد. فهم بمعنى أصح أقوياء، يعني هم أقوياء جدا عمليا وأقوياء حياتيا وأقوياء عاطفيا. يعني بيستنوا ما بيطلعوش اللي جواهم إلا لما يلاقوا اللي قدامهم بيشوفوا هو رد فعله إيه. ما بيحبوش يوجعوا نفسهم أو يكسروا نفسهم، مع إن على فكرة في كتير من أصحاب برج العذراء بيأمنوا بسرعة بالشخص ده، لو الشخص ده بقى عندهم يعني هو كان كل حاجة في حياتهم بيحبوا ويحبوا قوي قوي، وممكن يجوا على نفسهم. واصحاب برج العذراء بيجوا على نفسهم كتير على فكره، بس عامه هم في البدايه ما بيبدؤوش بالحب والعلاقه العاطفيه والرومانسيه الا لما يلاقوا اللي قدامهم في حب ورومانسيه. هم نفسهم يعيشوا حب ورومانسيه والكلام ده، لكن ما بيبدؤوش الا لما يلاقوا اللي قدامهم بدا. ودي تعتبر من نقاط القوه لاصحاب برج العذراء، حتى اللي انا بميزها او شايفاها ان هي حاجه حلوه، لان هي بتمنعهم من حاجات كتيره. يعني ما بيجوش على نفسهم، بيعرفوا ان هم يسيطروا على نفسهم، دي حاجه حلوه جدا فيهم. كمان بقى من نقاط القوه لاصحاب برج العذراء ان هم بيعرفوا يحققوا احلامهم. لو عندهم حلم بيفضلوا وراه ويفضلوا يسعوا اليه لحتى لو عدوا سنين، لحد ما يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها. حاجة تانية من نقاط القوة لأصحاب برج العذراء ان هم شيك جدا، بيحبوا يهتموا بلبسهم، بيهتموا بنظافتهم، نضاف جدا جدا جدا، من كتر النظافة بتاعتهم ممكن تستفز الناس اللي حواليهم. بيحبوا دايما المكان اللي يكونوا قاعدين فيه نضيف، لو حطيت ورقة كده وجيت تعالى ارميها كده قدامهم، يا ممكن يقوموا ويبقوا عصبيين جدا، يعني بيتعصبوا جدا من النقطة دي. فهم نضاف بطريقه رهيبه جدا، وما بيامنوش بنظافه الناس، لا هو لازم اللي ايدهم هي اللي تنظف الحاجه دي عشان يبقوا مطمنين. فدي برضو تعتبر من نقاط القوه والامان لاصحاب برج العذراء، نظافتهم، شياكتهم، ان هم يكون لبسهم متناسق، ان هم بيحبوا يحافظوا على جسمهم وعلى شكلهم. دي حاجه بقى بتدي انطباع للناس ان هم اشخاص عامله ازاي، ودي تعتبر من نقاط القوه المهمه برضو لاصحاب برج العذراء. لان في البدايه كل انسان لما بيتعامل مع انسان اللي قدامه بيتعامل معاه بالشكل قبل ما يعرفه. فمبدئيا اي حد بيعرف اصحاب برج العذراء بيبقوا بيحبوهم جدا، لان هم بيحافظوا على شكلهم كويس، بيهتموا بلبسهم، بيهتموا بالديكور، بيهتموا بالنظافه. فالحاجه دي هي اللي بتجذب الانتباه بتاع الناس لو اول مره في التعامل. فبالتالي في ناس كتير حوالين اصحاب برج العذراء من الشكل فقط، فما بالكم بقى لما يعرفوا شخصيه اصحاب برج العذراء اللي مليان بنقاط قوه كتير، زي ان هو شخصيه قويه، زي ان هو عملي جدا او عمليه جدا، بتكلم بصيغه المذاكره بس انا بتكلم على البنت يعني شاب وبنت. فهم ناس بيحبوا كمان يبقى يعني ما عندهمش الحقد ولا عندهم الكراهيه تماما. يمكن كمان زي ما هم بيحبوا النظافه، هم عندهم نظافه من جواهم رهيبه جدا، ما عندهمش الغل ولا الحقد ولا الحاجات دي. على فكره في ناس يعني في ناس عندهم حقد وغل، بس مش هقول لكم ان اصحاب برج العذراء، عامه من كل الناس من جميع الابراج دي حاجات كده بتبقى الواحد نشأ عليها، يعني تربيه كده او الكلام ده. فعامة انا بتكلم على اصحاب برج العذراء نفسهم ان هم ما عندهمش الكلام ده، انقياء جدا جدا جدا، بيحبوا الخير للناس وبيحبوا المساعدات زي عينيهم، بيحبوا يساعدوا الناس ويحبوا يقفوا جنبهم سواء ماديا معنويا باللي بيقدروا عليه. ودي تعتبر برضو من نقاط القوه لاصحاب برج العذراء، لان ناس كتير بتدعي لهم وناس كتيره بتتكلم عليهم بالخير. زي ما في ناس بتبقى بتحقد عليهم وبتغير منهم، في ناس كتير بتحب اصحاب برج العذراء. يمكن اللي بيحقدوا على اصحاب برج العذراء ناس عارفينهم وناس قريبين منهم جدا، يمكن من الاقارب، يمكن حد من الاصدقاء المقربين، من الاخر اللي بيدخلوا بيتهم وعارفين شخصيتهم كويس جدا ودارسينهم كويس جدا وعارفين الداخل والخارج عندهم ايه. فهم دوم اللي بيحقدوا عليهم. لكن في ناس كتير جدا بتحب تساعد اصحاب برج العذراء وبتقف جنبهم. يمكن كمان ناس من اول مره في التعارف بيحبوا ان هم يتعاملوا معاهم، لان هم بيشوفوهم انقياء نضاف جدا. هم ليهم هيبة كده او هالة بتخلي الناس تحبهم جدا وتتعامل معاهم بنية حلوة، حتى لو كان اللي قدامهم ده وحش بيتعامل معاهم باحترام جدا. كمان عندهم نقاط قوة تانية كتير، يعني عندهم نقاط قوة تانية كتير. احنا لو اتكلمنا على نقاط القوة وتعتبر مميزات برضو
لاصحاب برج العذراء يبقى مش هنخلص. لكن هقول اخر نقطه تعتبر من النقاط المهمه جدا جدا لاصحاب برج العذراء عشان ما اطولش عليكم، ان محدش يعرف يكسره. بالنسبه لي تعتبر النقطه دي من نقاط القوه المهمه جدا جدا بالنسبه لي، لان انا بحب الاشخاص القويه، او بحب اتعامل مع الناس اللي هم بيعرفوا ياخدوا حقهم، واقوياء مش اقوياء بالدراع، اقوياء بالمخ وبالعقل. دول اقوياء جدا جدا زي ما قلنا ان هم عقلانيين واذكياء جدا، كمان اقوياء جدا ان محدش يقدر يكسرهم. يعني من الاخر ما بيخلوش لحد فرصه انه يتكلم عليهم كلمه وحشه، ما بيخلوش لحد فرصه ان هم يشوفوهم حاجه مش كويسه، يكون ليهم حاجه عندهم. يعني من الاخر مش هتعرفوا تمسكوا حاجه عليهم، وده اولا. تاني حاجه مش هتعرفوا تكسروا عينهم، سواء حبيب بقى اي حد. الكلام ده اصحاب برج العذراء ممكن من جواهم يبقوا وجع رهيب جدا جدا، ممكن يقفلوا على نفسهم باب ويقعدوا يعيطوا، لكن عمرهم ما هيبينوا قدام اعدائهم او قدام اللي بيتمنوا لهم الشر ان هم منكسرين او مش قادرين او موجوعين. بيفتحوا الباب ده بعد العياط الكتير وبعد الكلام ده، بيفتحوا الباب في كمية القوة وفي كمية الإرادة ان هم يقدروا ياخدوا حقهم، وان هم قد اي حاجة وقد اي حد موجود احنا معانا ربنا هنقدر نكمل. فدول يعني انا بحب قوي قوي الاشخاص الناس دي، لان بحس ان مفيش حاجة بتكسرهم. قليل من اصحاب برج العذراء اللي ممكن يبين قدام الناس وجعهم او دموعهم تنزل غصب عنهم، لكن كتير جدا منهم بيبقوا اشخاص اقوياء جدا. ويمكن الاشخاص اللي بتنزل دموعهم غصب عنهم بيبقى تراكمات، يعني في تراكمات من كذا حاجه هي دي اللي ممكن تخليهم كده، والتراكمات دي ممكن تعمل في اي مخلوق كده، يعني ده حاجه عادي جدا. لكن عامه هم اشخاص قويه جدا، بيقدروا يوظفوا اي حاجه لمصلحتهم هم، يعني يجيبوا اي حاجه او حاجه مثلا اشخاص او كده او اي حاجه، يعني عامه بيقدروا يخلوها تنجحهم، بيقدروا ان هي يخلوها حاجه مفيده. ده عامه باختصار نقاط القوه لاصحاب برج العقرب. طبعا انا بتمنى ان انا اكون فدتكم، وبعتذر جدا ان انا طولت عليكم. طبعا كمان بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واشكركم جدا وسلام.